جينا غرفة التحكم في محطة تحلية المية. معانا باشمهندس ياسر كحلة. باشمهندس احنا فين بالظبط؟ احنا حاليا في محطة تحلية مياه البحر في منصورة الجديدة وتحديدا في مبنى التحكم في المحطة نفسها اللي بيتحكم في كل وحدات المحطة دي. محطة التحلية الوحيدة في الدلتا لتحلية مياه البحر. طبعا انا بس عايز اضيف ان محطة تحلية مياه البحر دي احد عناصر الاستدامة الرئيسية اللي احنا بننفذها في المنصورة الجديدة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية باستغلال الموارد القائمة في كل مدينة بحيث نوفر مياه الشرب بتاعت نهر النيل لمنطقة الدلتا والمدن الساحلية يتم انشاء والتوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحر. طيب اولا هنشوف كده بس دي لوحة التحكم. دي لوحة التحكم مزبوط. اللي بتبين كل الوحدات كل وحدات المحطة بما فيها من البداية. احنا طبعا احنا قلنا حضرتك المحطة على مساحة 24 فدان، الطاقة الإجمالية بتاعتها 160 ألف متر مكعب في اليوم. احنا بننفذها على أربع مراحل. المرحلة الأولانية اللي تم تهبينها ده 11 وربع فدان، عبارة عن المأخذ البحري بطاقة 80 ألف متر مكعب في اليوم، وده هيخدم مرحلتين. المرحلة اللي احنا نفذناها اللي احنا فيها حاليا اللي بتضخ المية 40 ألف متر مكعب في اليوم. فده مبنى التحكم يبين فيه كل الوحدات يعني ابتداء من المأخذ وده يعتبر من التحدي الكبير في الانشاء هنا طبعا. وانا عايز اضيف واشكر المجموعه العمل اللي موجوده لان طبعا تم تنفيذها بايادي مصريه خالصه والحمد لله تم تنفيذها على اعلى مستوى من الجوده. كان اكبر تحدي عندنا هو المأخذ البحري، هو بعمق كيلو جوه البحر وهو ده الجزء الكبير الكريتيكال عندنا في المحطه. دي بتبقى مواسير كانت كبيره جوه البحر عمقه كيلو اللي بتاخد تسحب المياه. طبعا المحطه بتقوم على تقنيه حديثه وهي تحليه مياه البحر عن طريق التناضح العكسي او الار او. يعني ايه التناضح ده او العكسي؟ ان هو بيستخدم بيحول مياه البحر اللي هي نسبه الملوحه فيها تتعدى او تصل ل 40 ألف بارت بالمليون، يعني عندنا هنا 38 ألف متر مليون، لتحويلها مياه شرب صالحه لا تتجاوز 400 بارت بالمليون. المحطة زي ما حضرتك بتقوم على مجموعة مراحل. مراحل الأولانية المأخذ البحري، بعد كده المعالجة الابتدائية ديسولفت إير فلوتيشن لإزالة الرواسب والزيوت، بعد كده مراحل الفلتر المختلفة تبدأ من مالتي ميديا فلتر وصولا لمراحل المرحلة الرئيسية اللي هي التكنولوجيا الحديثة اللي بقول على حضرتك عليها اللي هي الأرض اللي احنا واقفين عليها حماما اللي هي أماما دي. ده وحدات ده التكنولوجيا الحديثة وحدات الأر أو أو التناضح العكسي. والحقيقة إن المية هنا بيتم نزع الملوحه منها وتحويلها مياه شرب عن طريق الضغوط المرتفعه. في هنا التصوير عندي هنا دي هاي بريشر بامب بتوصل ضغوط ل 60 بار بتدخل جوه الممبرين بتاع البريشر فيزل بتتنزع الملوحه بينزل يعني بيطلع. احنا بس عشان نسهل على الناس عشان الموضوع صعب قوي احنا بناخد ميه البحر من بانابيب او بمواسير بالزبط. ضخمه جدا ناخدها ندخلها في مجموعه من المعالجات الابتدائيه وصولا للمعالجه الرئيسيه اللي هي اللي احنا فيها حاليا.